سنين مازلنا نتعبوا فيها. أولا أنه زهير وقتها يوقع إطافه قطاع تعذيبه في زار داخلية. الناس اللي قاموا تعذيب زهير اليوم حتى لو كان وقع إيقاف البوليسياسي أو حل جهاز بوليسياسي هذا ما يعنيش أنا مش نسكت. احنا نطالبوا مش إيقاف حل بوليسياسي وإنما محاسبة كل عضو من أعضاء البوليسياسي اللي أعطاه الأوامر واللي نفذوا واللي قاموا بتعذيب زهير والعديد من المرضين الأخرين. الحاجة الثانية كذلك نطالبوا بها هو أنه يوم ذكرى زهير تولي هي يوم وطني من أجل حرية الإنترنت. هذا اشتغلوا فيه ونشكركم الكل على حضوركم. أنا عندي كلمة طيب كذلك أم زهير تفضل. هذا هو التونسي الزول اللي يقولوا الزول يقولوا التونسي هو اللي اخترع كلمة زبع 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 معنا زين العابدين بن علي هو اللي عملها وثم زاد ثم عنده وقت اخر عنده وقت اخر الفيديو هذيك باك مون تروا هي زهير تكلم جدي عنده زبع وباك مون تروا هو وتعدينا توا قدام البيبلينات اللي تشم فيه زهير كان يخدم فيه زهير البيبلينات اللي هو تروا بلو ايسي توا راه ولا نحلوا الحجامه ماما فيها باس وما يعرفوا الحجامه مليح مش حاجه المنطقه مبجح الانترنت ولا الحجامه خير برشا الحجامه معروف اما ثم التصوير حلوه ياسر في جناب محمود زهير وطيب يكون واحد فيلم ابا سبع هذيك عندي التصويره هذيك الحقوقيين كيفاش في جناب يبعثوا الناس نتاعهم في الساكنه نتاعهم اللي ما يخرجوا الناس من القاعه شوف ثم لقطه حلوه محامي شهير يخرج في زهير بالحسن وما ادراك يخرج فيها من القاعه مولتي مبارك مولتي مبارك لا بريس فوالا وما شاء الله مولتي مبارك يسول ويجول ويقول لهم يلعب هذا الاسم ديال الخيب كوبس طبعا الزهير بالنسبه لي كل باسم مناط مقدم لضحى
شوي ديكور مساحة السطو الكثير ديكتاتورية تصبح الساحة هذه مساحة زهير يحيوي التونسي التونسي حضور أمه حضور عائلته حضور أصدقائه وإن شاء الله كل عام نتقابلوا في المكان هذا ويكون يوم وطني لحرية الإنترنت ويكون يوم يتحاسبوا فيه الناس الجلادين اللي عاتبوا زهير سواء في الداخلية أو في سجن برج العامري. نشكركم بكل على الحضور وبارك الله فيكم. عايش ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة. معلا انت كنت من الناس اللي عرفوا صغير وكنت تكتب في تونيزيين بالبسودو ليكتور اسيدو داك وشنو تنجم تقول لنا على تجربتك مع زهير؟ زهير كانت تجربه رائعه خاطرني زهير حتى ما عرفت اسمه الا تقريبا وقت اللي تشد ورغم ذلك كان صديقي لاني حسيت من الاول يعني كان كتابته فما سخريه لاذعه من النظام واللي قلقت برشا النظام تيلمون قلقت النظام اللي زهير تشد وتعذب وصار في حمله كامله باش يتسيب وزهير عرف كيفاش كون وتور دو لوي عباد من افاق مختلفه اللي كل واحد قدم اضافه معينه اللي في وقت من اوقات السيد تونزين هذاك والفرام تاع تونزين ولا هو غادي معناها حتى اي عبد في تونس نتفكر سافرت وكل شيء ونشوف العباد توانسه كيف تدخل على الانترنت تدخل تونزين تعرف المعلومه باش تلقاها غادي وتعرف اللي الارتيكل اللي فيها النظام باش تلقاها غادي وتو سو باسي وتور دو تونزين وهذا كل معناها عملوا شاب من بن عروس بدون امكانيات غير اورديناتور معناها وبشجاعه كبيره ياسر بشجاعه كبيره وتونزين تعرف فيها بالرساله المفتوحه اللي نتاع مختار يحيوي للرئيس في جويلي 2001 دونك انك سيت انترنت وتكون في السيتي في لو موند بعد بشهر من بعثانك ظهر لك هذا انه فما معناها فما قوه كبيره للسيت هذا ومثل في وقت من الاوقات معناها هو اهم موقع كان كيفاش كان زهير معناها انت بون قابلته في جنيف ظهر لي قابلته في جنيف في فيفري قبل بثلاث اسابيع ملي اللي توفى انسان متواضع ياسر قليل الكلام وقبيله قاعد نتكلم كل مره نقول زعما بلكش يتعشى مني في هذه خاطر ما يحبش يكون يسميه بطل ولا حاجه زهير كل مره يقول انا ما عملت شيء انا عام ونص في الحبس راقد انتوما نظرتوا لبرا باش خرجتوني انا عام ونص راقد وتفاصل ما يعنيش باش نقول لك عم نضرب جوع انا هاك السخريه ديما هذيك وكل شيء قاعد ضربات جوع وحشيه زهير ضربات وصلت 43 كيلو وصل ذا اللي عنده مشكله هذا في فمه نتذكر فمه وسنان وبعد قلبه وصل درجه صعيبه ياسر معناها من الدمار بتاع النظام هذا يعني حتى مفاجئ يعني مش كل زهير مات مباشره
مباشر، أما أنا متأكد إنه الشدة بتاعه وال ضربات الجوع اللي قام بيهم وكل شيء ساهموا بدرجة كبيرة في إنه تصير له الأتاك كاردياك هذيك. وانت ترى الشيء اللي قدمه زهير هو نجم نقوله ممكن فلاق كامل على الانترنت من الفلاق الاولانيين اللي بداوا، شنو هو تاثيره على اليسار من بعد وعلى معنى الاسهام تاع الانترنت في الثوره من بعد؟ يظهر لي كان ديكليك حتى موتوا معنا لي بلوغر اللي جاوا من بعد برشا عباد استلهموا تجارب برشا من زهير، لانه ساعه شو كي عباد انا واحد عنده 6 دقائق اولا الشده بتاعه مثلا معنا العباد مش فاهمه بعد مات معنا بعد معاهم شويه مليت سيب دونك سا كونستيتوي معنا الكتروشوك لبرشا عباد وسا كونستيتوي خاصه يعني الهم برشا عباد في انه يواصلوا الطريقه اللي هو صدقوا. شنو نجمو نعمل اليوم حسب رايك باش نحافظوا على اللي قدموا زهير؟ والله اليوم اول حاجه مزيانه ياسر ان نجم في العلن معناها نجيو للدار للنختيجه ونعسيوهم رسميا وما ثماش بوليس سياسي داير بالدار وما ثماش هرسله وما ثماش معناها في حد ذاته هذايا معناها وعملنا ساحه 7 نوفمبر سيئه الذكر ولات ساحه المرحوم زهير يحيي شهير التونسي ونطلب وطلبنا اعلمنا البلديه والساحه هذيك ما لازمش تنحى هذايا امر لازمنا نكونوا واضحين اصدقاء زهير يحيوي حد طلبوا باش الساحه تكون هكا وهو مخذاه وعملوا للموزايك هذيك اللي حنا شفتوها وهذيك باش تقعد غادي اولا نحملوا مسؤوليه الاطراف الكل في الحمايه تابع حمايه الثوره اكيد لازم تحميها اولا دونك هذا هو يعني لفات انه بور بيربيتوي السوفنير نتاع زهير يظهر لي معناها فكره اللي قرناها من اول النهار نهار 13 مارس واللي ديما يوم عالمي من اجل النضال معناها 13 مارس ديما قبل زهير باش نفكروا بالخير ونفكروا بلي تاريخ تونس قداش في تونس فما عباد ضحات في صمت في صمت كبير ياسر في صمت متواطئ من برشا اطراف واليوم يعني اقطفنا شويه من الثمار نتاع اللي احترق عليهم زهير. شكرا لك بارك الله فيك. باي عمر خيام او محمد بوريقة، يعني انت كنت تكتب الكنية هذه عمر خيام في موقع تونيزين، عندك 10 سنين كنت ممنوع من الرجوع الى تونس. 10 سنين وستة اشهر واليوم هك في تونس وحضرت اليوم احياء اللي ذكرى وفاة زهير الحيوي. شنو تنجم تقول انت اليوم هك في تونس بعد 14 جانب؟ والله احساس غريب في نفس الوقت رجعت لجذوري لكن حس نوع من الغربة بالنسبة للمونريال وكندا يعني تعودت بالجو متاع الكندا وتحب لي معناها فترة طويلة باش نعاود نتأقلم مع بلدي الأم. اي ما معناها تونس اليوم بعد 14 جانفي بعد ما تحررت من بن علي شنو تحس انت هكا وانت واقف شاحبي بورقيبة ماكش خايف بوليس سياسي معناها هي ذي الفرق الكبير ياسر هو انه فما جو نتاع حريه نتاع تعبير الجيش موجود فيه لكن ما يخوفش لانه دوره لا مش باش يقمع ولا باش يتدخل في النقاش بتاعنا ولا باش هاو نشوفوا المسرح فما عروض وراني ما تنجح الثوره وما تدخل الديمقراطيه والحريه في الامخاخ اللي بعمل ثقافي معناها العمل السياسي لازم لك العمل الثقافي باش العباد ما تكونش معناها النقاش بتاعها في الغيبيات وفي الامور الدينيه لان في رايي الشخصي الدين هو الاعتقاد الشخصي الانسان حياته حر يتدين ما دينش يمارس دينه ما دينش لكن المهم هو الحياه الدنيا هذه هي اللي كيفاش ننظموا امورنا كيفاش فما ثقافه تفتح الاذهان وفن لمحافظه على الروح النقديه للبشر. واليوم كما قلنا اليوم احياء ذكرى وفاه زهير الحيوي مؤسس تونيزين اللي هو ضحى وسجن وعذب من اجل افكاره، شنو تقول في المناسبه هذه؟ والله فرحت اللي فما برشا عباد معناها كثير اللي مازالوا يفكروا زهير الحيوي وهما بيدهم عارفوا بالناس اللي يعرفوا زهير الحيوي
وهو معناه من الأوائل اللي جابوا حرية جابوا الحرية يعني الثمرة جات كان تو بعد ثورة 14 جانفي، لكن هو بناء اللبنة الأولى لحرية الإنترنت وعطى من حياته بأنه مات صغير 37 سنة، عمل يعني خلية متاع أو شبكة متاع علاقات إنسانية اللي المنتدى متاعه منتدى تونيزيين كان يلم برشا عباد، العباد كانوا يعرفوا بعضهم على الانترنت، بعد تعرفوا على بعضهم، بعد فما فيهم اللي شارك في كيما انا في مظاهرات مع عباد اخرين في قدام القنصلية في مونريال، بعد تكونت صداقات تكونت يعني علاقات، واعطى زاد الدفع لغيره باش يكون عنده الشجاعة باش ينتقد النظام السابق وبن علي والديكتاتورية. إذن معناها إذا ما ننساوش كل 13 مارس هو يوم حرية الإنترنت في تونس، لأنه زهير حيوم الناس اللي ناضلوا ماتوا من أجل حرية التعبير. أنت يا عمر خويا أو محمد بورية كنت معروف بكتاباتك نجم نسميها السياسية الخيالية أو الخيال السياسي، وكانت كتابات اللي ما يعرفش كنت تستخايل معناها أمور تصير في تونس، ومنها أنك بين ظفرين كانك توقعت أو تنبأت بهروب بن علي ذات يوم، ويعني شنو تنجم تحكي على هالتجربة هذه؟ والله في خلك أنا الكتابات بتاعي معناها تجي نوع من الإلهام، لكن زاد لو كان زهير اليحيوي ما خلقش تونيزيين وما عملش المنتدى هذا ما كانش عندي فكرة الكتابة، وبشوية بشوية معناها فما عملية يعني فعل ورد فعل، نلقى القراء يقرأ ويعجبهم الشيء اللي هذاك جيدي شجعني باش نواصل، ولكن ما نعرفش نبأت ما تبأتش، لكن هذاك هو يعني قصة هروب بن علي كتبتها الحكاية عندها تقريبا 8 سنين التالي ظهر صحيحة بن علي هرب. وانت عندك معروفة التدوينة ذيك الشهيرة متاع بطاقة مصلي اللي معناها استخيلت انه في تونس ولا اللي باش يصليوا معناها يلزمهم يعملوا بطاقة عند الداخلية وكذا، وبعد 4 سنوات من نشر التدوينة هذه الحكومة اضطرت انها تخرج يعني بيان تكذيب رسمي. شنو هو الشيء الرائع في الانترنت انك تنشر حاجة وما تعرفش شنو التأثير متاعها بعد يعني بعد ترجمة العربية اسمها بالفرنسوية هي لباج دو بريا بالعربية بطاقة المصلي وانتشرت على الانترنت، وانا نحب نحكي اول مرة شنو الدافع كيفاش كتبتها يعني خبر قريته في الانترنت عام 2002 تقريبا انه الشرطة متاع المستير فما مجموعة متاع شباب جاوهم وستدعوا المركز قالوا لهم مش بيكم تقوموا على الصباح تصليوا الفجر حاضر، انا قلت شو وصلت البلاد هذا الانسان ما عادش حر، قالوا لهم انتم في عمركم تمشيو للديسكوتيك ما تمشيوش للجامعة. معناها انا السخرية من الانسان يدخل النظام في حياتي تصلي ولا ما تصليش ولا تصلي الفجر حاضر ولا تشرب ولا ما تشربش، كل واحد حر في حياته. في حياته القصة معناها النص هذا اخذ انتشار كبير في الانترنت، وفما صحف اخذته على اساس انه صحيح، فما جريدة الشرق في قطر كتبت انه الحكومة التونسية بشعب بطاقة المصلي، وبرهان بسيس كتب في حقائق انه يكذب قال هذه مو صحيحة، وانا فاجئني معناها النجاح اللي لقاه النص هذا، وقعد يمشي سنة ومنه هو تكتب عام 2002 وقعد ينتشر حتى وصل حتى العام 2000 و ما عرفش الحكومة خرج تكليف يظل عام 2006 كان صدقني ربي ولا 2008. شكرا محمد بوريقة، شكرا عمر خير.